بعد ما نزلت منهج كي جي 1 كونكت لقيت ناس كتير قوي عايزه كونكت بلس فالنهارده ان شاء الله هنبتدي اول يونت في كونكت بلس ولكن مش هناخده كله لان هو في uh, 13 ليسنز خد بالك لان كونكت بلس تقيل شويه في حاجات كتير شويه اوكي ليتس جو مقسمين اللسنز كده 1 2 3 حاجه واحده تعالى كده نشوف ازاي يعني اول حاجه نتعلمها النهارده عايزه اقول هذا ابي هذه ماما اه اي حاجه هقول ايه this is my this is my this is my اول حاجه داري 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 تو ها مامي 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 سيستر 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 أخويا براثر 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 أوكي يبقى احنا النهاردة تعلمنا four words دادي repeat after me دادي دادي مامي مامي Brother, brother, sister, sister. So, this is my daddy. This is my daddy. This is my mummy. This is my mummy. This, this is my brother. This is my brother. This is my sister. This is my sister. إيه اللانجوج الموجودة في الدرس هنا عندنا اللي هو أنا عايز أقول لك هو مين ده أقول لك Who is this? Who is this? Who, is this? Who is this? مين ده هتقول لي This is my daddy. This is my mommy. هتكلم بقى عن عيلتك. أوكي؟ طب أنا دلوقتي لو أنا قلت لك إيه What's your name? قدم لي نفسك كده What's your name? هتقول لي I am I am أو ممكن تقول My name is My name is يعني ممكن تقول اسمك بطريقتين لو أنا حد سألني اسمك إيه هقول له I am أميرة أو ممكن أقول My name is أميرة الاثنين صح أوكي okay? I am or my name is